رئيس الجمهورية اسم من 4 حروف مكتوب عندك. قالوا السعوديين سليمان فرنجية لا، وعنا خيارين، حزب الله مش رح يرقص بحرب داخلية. اليوم الدولار ما بعرف، قبل نحن وعم نسجل الحلقة ما بعرف قد بيكون صار، راي على ال6 أرقام بيقشط الدولار 10,000 التنين، والأربع الخميس بنوقف صيرفة وبيرجع بيطلع 20,000. لازم الناس يخافوا بس يقشط الدولار بسرعة، لأنه رح يطلع بسرعة. لواء عباس إبراهيم ما خلص مشواره، بلش مشواره. الوزارة بانتظارك، النيابة بانتظارك، مستقبلك السياسي بلش ما خلص. حاج وفيق صفا اليوم قبل 5 دقايق من تسجيل الحلقة قال لي نحن من أول دقيقة أن الضابط الأعلى رتبة هو بيستلم. نجيب ميقاتي لازم يعتذر من البطرك ومن كل اللبنانيين، لازم يعتذر من المسلمين قبل المسيحيين. مسيحيين مش أرقام ومش أعداد، كل ما الواحد كمش عداد وبلش يعد لازم يكسر له صبيع. أنا على الهوى عم بقول أنا أولادي بتعلموا بمدارس مسيحية، ابني بالسيدة، أنا بتحكم بقلب يسوع. أستاذ سالم، هل دخل لبنان المعادلة يلي طرحها السيد نصر الله مؤخرا، الحرب مقابل الفوضى؟ شوف، حتى بالحروب أنت بتعمل مناورات تجريبية بالسلاح بالذخيرة الحية لتعمل بروفا إذا صارت حرب كيف بتتصرف، وإذا هالأسلحة بينفعوا بالحرب أو لا. حزب الله بترسيم الحدود البحرية عمل سماحة السيد نفس السقف وقال لهم للأمريكان أول حرب وتدمير كل المنشآت النفطية البحرية لإسرائيل أو لبنان بده يرسم. نفعت. لهيك أنا برأيي سماحة السيد وقت اللي شاف إنه البلد جد رايع على الصوملة وعلى المجاعة رفع ذات الشعار. ورأيي رفع الشعار لسببين. السبب الأول للخارج ليقول له إذا أنت مراهن على العقوبات وعلى الجوع لتنفك كل الدولة من بعدها تاخدها ببلاش، لا أنا عندي خيار تاني هو المواجهة مع دلوع العالم الغربي إسرائيل. والسبب الثاني بلش الحديث بكل الصحافة بكل الصالونات السياسية إنه لبنان رايح على حرب أهلية وعلى مشاكل داخلية وعلى توترات داخلية. الحرب الداخلية مثل رقصة التونجو بدها 2. حزب الله مش رح يرقص بحرب داخلية، عم بيقول لهم لا بروح أنا على الخيار الإسرائيلي. لهيك أنا برأيي اللي عمله سماحة السيد نوع من الأمن الوقائي الاستباقي، سمي اللي بدك إياه، لحتى يدرؤ سواء الفتنة الداخلية والحرب الأهلية أو الحصار الخارجي. وبعتقد كمراقب بتجرد رح تنجح، ورح نبلش نشوف أبة باط بموضوع الضغط الأجنبي على لبنان. ولهيك شفت من بعد شركة توتال كيف تحركت بسرعة وقالت لا نحن جديين بترسيم حدود. وخليني أذكرك لما طلع سماحة السيد قال رح نجيب كهرباء من إيران، تاني يوم السفيرة الأمريكية بالليل تصلب بالرئيس السابق ميشيل عون وقالت له يلا حاضرين نجيب كهرباء، ولهلأ بعد ما وفي بوعده. وبالتالي باختصار ما قاله السيد ليس إشعارا بالحرب بل تهديدا بها لكي لا تقع حرب من نوع آخر سواء داخلية أو بالعقوبات. ومثل ما بيقول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا هبت أمرا فقع فيه. قبل السيد حسن كنا كثير عم نسمع عن موضوع الفوضى، البعض بيحكي بفوضى طبيعية نتيجة تدهور الاقتصاد والبعض بيحكي بفوضى مدبرة. وين رايح هيدا الواقع اللبناني؟ يعني رايح على أي فوضى من اللبناني؟ شوف استاذنا، إذا بترجع هيك بالذاكرة لورا 17 تشرين 2019 وبتشوف وين كان وضع البلد وكيف اشتعل الشارع، ما بتصدق إنه اليوم الدولار ما بعرف، قبل نحن وعم نسجل الحلقة ما بعرف قد بيكون صار، راي على ال6 أرقام والوضع كأنه طبيعي. إذن أنا رأيي لا، نحن مش رايحين على فوضى إلا إذا إجا قرار بكل وضوح وصراحة ومباشر. مش بس الزعماء مرتبطين بالخارج، تكتلات البشرية الناس مربوطين بالخارج. هو مطرح ما عم نصور كان كل يوم ورانا مظاهرة شكل، وكان الدولار بعده 1500 ليرة، وكان بعد الكهرباء بتجي لها 6-7 ساعات مينيموم، وكنا عايشين بوضع مختلف كليا عن هلأ. الفوضى في لبنان والتظاهرات في لبنان كبسة زر، وما في شيء بيحرك الشارع بلبنان إلا الإقليم. ومش عم بحكي عن شارع واحد، عم بحكي عن كل الشوارع. هذا اللي نبه منه السيد نصر. صح صح.
طيب بالدولار هل كنت عم تقول ممكن روح على 6 أرقام؟ ليك مثل اللي لاقط منخل وعم بكب فيه مي، صيرفة بتشبه منخل عم بتكب فيه مي، بين الميلاد ورأس السنة انكب مليار دولار، وينهم؟ هلا افترضنا عم بيقول نجيب ميقاتي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة انه شرف كبلي على صيرفة فتحت البنوكي. انا اللي بعرفه بالمعلومات بالمجلس المركزي صار في نقاش حاد، ويمكن كتار ما بيصدقوا انه المجلس المركزي فيه يقول له لا لرياض سلامة. انا مثلك ومثل الناس كنت بقول هالحكي من شهرين ثلاثة لورا، لكن اليوم بعد الادعاء على رياض سلامة من قبل الرئيس رجا حموش، بعد الملاحقات الأوروبية، لا أعضاء المجلس المركزي، وأنا حكيت مع أعضاء بالمجلس المركزي أكدوا لي أنه قالوا لهم لا نحن مش رح نقبل، وإذا أنت بدك تحط دولار واحد بتروح تحطه على مسؤوليتك، مش مستعدين بكرة نتلاحق قدام القضاء. وللتذكير ب 16 أذار في جلسة عند قاضي التحقيق الأول بزحلة رئيس أماني سلامة بموضوع تعميم 151 اللي أخذوا المجلس المركزي ومستدعي الحاكم كل الأعضاء. إذا باختصار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يعد يمون على أعضاء المجلس المركزي، ومظبوط قالوا له لا، وإذا بدك تصرف صرف أنت على مسؤوليتك، وأنا عندك عم بقول وبتحمل مسؤولية. كل دولار بتحطه على صيرفة هو حرام، لأنه عم تشيله من أموال المودعين وتكبه بهالسوق. بيقشط الدولار 10,000 التنين، والأربع الخميس بنوقف صيرفة وبيرجع بيطلع 20,000. الدولار لتحله بدك تحل أصل المرض، انتخاب رئيس جمهورية باتفاق دولي محلي، حكومة مرضي عنا من الخارج بتقدر تاخد دعم، برنامج جدي لإدارة الدولة بدون فساد وهدر مع دعم، بينزل الدولار جدي. أما هلأ كل ما نزل رح يطلع، وبس ينزل 5 بيرجع يطلع 10، وبس ينزل 10 بيطلع 20. لازم الناس يخافوا بس يقشط الدولار بسرعة، لأنه رح يطلع بسرعة إلا إذا كان في حل سياسي جدي وخطة إصلاحية واضحة. طبعا طبعا. على سيرة رياض سلامة، ملف دائما بحكي عنه الملف القضائي ورياض سلامة، لوين رايح؟ شو رح تكون نهايته؟ في نقاش بعد مع من حكم الإعلام، ما بعرف ليش. القاضي الرئيسي غادة عون ادعت على رجا سلامة ورياض سلامة بملف فوري وحولته عند القاضي نقولها منصور. القاضي نقولها منصور خلص نص الملف، استمع لرجا سلامة ووقفه، تتذكر، وحط له كفالة 500 مليار ليرة. واليوم بنفس الملف تم الادعاء عليه من قبل قاضي رجا حموش بطلب من مدعي عام التمييز وبضغط اوروبي. بعتقد محكمة التمييز لازم هي تقول هل يجب ضم الملفين او لا، بيبقوا اثنين واثنيناتهم ماشيين مع بعض، واذا ضم الملفين مين هي الجهة اللي بدها تحقق؟ انا ما عندي اجوبة قانونية حقوقية، مش شغلتي، لكن انا مستغرب ليش هالضجة بالإعلام أنه تم الإدعاء على رياض سلامة بالرغم أنه مدة عليه من أشهر بذات الملف. لكن الظاهر هلأ وقت سبوت الضوء على ملف رياض سلامة، لأنه قرب يظهر من الحكمية، والهيئة قرب يصير في عليه أيضا إدعاء بأوروبا. رياض سلامة مدة عليه في ملف فوري من قبل الرئيس غادة عون أمام الرئيس نقولة منصور. الرئيس نقولة منصور عم بيحقق بالملف وصار بنصه. اليوم الدعي عليه تقريبا بذات الملف قدام الرئيس شرب ابو سمره. يا بدك تنقل ملف الرئيس شرب عند الرئيس الاولى، او الرئيس الاولى عند الرئيس شرب، او بدهم يمشوا اثنينهم مع بعضهم، ما بعرف. هيدي السلطات القضائيه بدها تقول. عصا العقوبات الامريكيه كانت جديه؟ انا ما بدي اني بعرف العقوبات الامريكيه، لكن بالعاده بالتجربه بس يبلشوا يكبوا بالاعلام جو معين بيجي من بعده عقوبات. يعني حسن مقلد وقت اللي حكيوا عنه كثير بالاعلام، وبالذات بنوع محدد من الاعلام، من بعد عشت العقوبات. وهيك صار ببنك الجمال، وهيك صار بشخصيات سياسيه، جبران باسيل وعلي حسن خليل. بس يكتروا الامريكان حكي عن حدا بالاعلام تجي العقوبات. اللي انحكى على رياض سلامه كان باعلام واحد والاعلام السعودي. فانا ما عندي جواب يقيني هو غضب سعودي على رياض سلامه فقط ام غضب سعودي امريكي. على الاكيد مغضوب عليه سعوديا، والا ما كانت العربيه بتعمل له هالحفله. إذا بنرجع شوي لموضوع الملف الأمني، هل هناك دائما كنا نسمع محاولة لتفريغ المراكز الأمنية؟ هل اليوم قطع الطريق على التمديد للواء عباس إبراهيم هي أحدى هذه الخطوات أو ما لها علاقة؟ شوف، عن اللواء عباس إبراهيم في أحكيك 20 ساعة، وأنا بعرف اللواء عباس إبراهيم وبعرفه عن قرب. لكن اللي رح يخليني أحكي شوي إنه صاحب العلاقة شخصيا اللواء عباس إبراهيم، اعتبارا من بكرة المساء صار في طول هو ويحكي.
لواء عباس ابراهيم واحد اكتر شخص قعد مدير عام للامن العام 12 سنه، يعني كسر الرقم القياسي بالامن العام. اثنين، لواء عباس ابراهيم حول هالمديريه من مديريه بتعمل جوازات سفر وبتختم لك بالمطار وعلى الحدود لمديريه تكاد توازي ثلاث اربع وزارات مع بعضهم، ومع احترامنا لعدد من الوزراء، لكن انت بتعرف انه اليوم بعهد عباس ابراهيم الامن العام اهم ثلاث اربع حقائب وزراء. لواء عباس ابراهيم برهبات معلوله، لواء عباس ابراهيم بالحرب السوريه، لواء عباس ابراهيم بملفات التجسس، لواء عباس ابراهيم بالامن السياسي الاجتماعي، لواء عباس ابراهيم بعز المشكل مع الرئيس عون، اجى وقت يكون لوحده الساعه 8 الا 5 عم بقدم له كل يوم تقرير. لواء عباس ابراهيم ما خلص مشواره، بلش مشواره. واللي انا عرفته انه في عدد من الضباط المتقاعدين اللي كانوا مستشارين مع اللواء عباس ابراهيم بالامن العام رح بكره ينتقلوا معه على شغله الجديد، على حياته الجديده، ومن بكره رح يبلش مشوار عباس ابراهيم السياسي. نعم، حزب الله اعطاه اشارات، الوزاره بانتظارك، النيابه بانتظارك، مستقبلك السياسي بلش ما خلص. كيف رح يترجم هذا المشروع السياسي؟ بدنا نراقب ونشوف، لانه هو رح يصير عنده القدره يطلع ويطل ويحكي. اليوم كان في علامات استفهام عديده بعدد من الصحف انه ليش ما تم التمديد للواء عباس ابراهيم، ثنائي الشيعي اذا بدك هو اللي قطع هيدي الطريق عليه، ليش دقيق هالموضوع؟ شوف بصراحه الضابط بيكون بالامن العام بعتقد لعمر 58، يعني وفق القانون استنزف كل السبل. مين قال انه بيقبل لواء ابراهيم يحطوه مستشار ويكلفوه بالامن العام؟ وكل وقت هذا الحكي كان عم يطلع، انا ما كنت عم علق عليه لانه انا بعرف شخصيته انه هو مش رح يقبل فيه. لواء عباس ابراهيم ايه كان بيقبل مجلس النواب يتم رفع سن كل المدراء العامين، وبالتالي بيلحقوا من الطيب نصيب مثل ما بيقولوا. واليوم في دول غربيه كثير عم ترفع العمر، لانه عمر ال 64 اليوم غير عمر ال 64 بال 1930، عم يضلوا الناس بصحتهم وعافيتهم اكثر. لكن بما انه طارت الجلسه بمجلس النواب على الاكيد راح ينفتح له الطريق الثاني، ويمكن من حظه مثل ما بيقول زميلنا جورج غره انه مبسوط له انه فل ليبلش. وانا مع اللواء عباس ابراهيم اللي راكم 12 سنه بالامن العام وقبلهم بمخابرات الجيش، كل هالخبره يحطها بالسياسه، لانه مش راح تلاقي يعني كاليبر بهالمستوى يكون باللعبه السياسيه. هل عدم التمديد للواء عباس ابراهيم رح ينسحب على باقي الاستحقاقات؟ حكما اذا قصدك رياض سلامه، رياض سلامه فالل، ومثل ما المسيحي العميد البيسري اللي هو ضابط كفؤ ومحترم، واللي على عكس اللي هيك الخبريات اللي بتطلع، واليوم هيك عم بضحك يعني لانه العميد البيسري بعتبره خي مش صديق، حدا عم بيقول انه غضبانين عليه الثنائي، وحدا تاني بيقول لا الثنائي جابه. لا، القصة ما لها غضب ولا لها علاقة بالحب، الثنائي موافق، وأنا سمعت من مسؤولين بحزب الله وتحديدا من خينا الحاج وفيق صفا اليوم قبل خمس دقايق من تسجيل الحلقة، قال لي نحن من أول دقيقة قلنا الضابط الأعلى رتبة هو بيستلم، سواء كان مسيحي سني أو درزي، وهذا ما حصل. والعميد البيسري معروف أنه ابن المؤسسة العسكرية، خدم مع الرئيس لحود، خدم مع بيت المر، وهلأ مدير عام بالإنابة لوقت اللي بيجي، أو مدير عام مسير بعتقد هيك الاسم، لحد ما يجي مدير عام شيعي أصيل. قبل ما ننتقل للملف الرئاسي بعد بسألك عن موضوع الاغتيالات، كمان كل يوم نسمع تحذيرات من الخارج. أول شيء هول بيطلعوا على التلفزيون بيقولوا في اغتيالات، واحدة من اثنين، أو هن بيحطوا العبوة أو بيعرفوا مين بيحط العبوة، بيعطوك أسماء يعني. أنا اللي بدعي أني على تماس مع مسؤولين أمنيين أساسيين، ما بسترجي أقول في اغتيالات. لكل واحد بيطلع يقول في اغتيالات لازم يوقفوه، لانه او بيعرف مين اللي حط العبوه او هو عم بحطها، لكن مش معقول واحد يكون عم بيعرف في اغتيالات. نايل خبرك عني الي على القليل 12 سنه على الشاشات، من 12 سنه في اساتذه هن ذاتهم كل حلقه بقول لك في اغتيالات، مثل المبصرين، ما انت اذا كل حلقه بتقول لي في اغتيالات بده يصير في اغتيال اكيد. لا، ما حدا بيعرف اذا في اغتيال الا اللي بحط العبوه. امام كل هذا الواقع ما بيحرك شوي الاستحقاق الرئاسي، ولا رح يضل على الان محل ما هو اليوم؟ شوف، الاستحقاق الرئاسي عنده ممرين الزاميين، ممر المحلي والممر الدولي.
ممر المحل مثل ما انت شايف، حزب الله، حركة امل، اصدقاء مستقلين، مرشحهم سليمان بيك فرنجية، القوات اللبنانية، استاذ وليد جنبلاط، كتايب شوية مستقلين 14 اذار، كان مرشحهم استاذ ميشيل معوض وسحب منه وليد جنبلاط بطريقة او باخرى. فعليا عندك مرشحين، سليمان بيك فرنجية والعماد جوزيف عون، واثنينهم لا عندهم 86 ولا عندهم 65، وبالتالي الاستحقاق محليا مسكر على مستوى اللقاء الخماسي. وهذا الحكي نقل من قبل احد السفراء اللي شاركوا في هذا اللقاء الى مرجعية اساسية بالبلد، وانا سمعته من هالمرجعية، بيقول انه الفرنسيين انطلقوا بفكرة سلة كاملة متكاملة تشبه اتفاق الدوحة، نسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة وتوزيع الحكومة. وبتذكر باتفاق الدوحة طلعت فكرة تلت المعطل، وبوقتها وزير خارجية قطر حمد بن جاسم اتصل بالرئيس ميشيل سليمان قال له مبروك جاي رئيس ومعك ثلاث وزراء، دفاع وداخلية ووحدة ثالثة بعتقد الشباب والرياضة. رفضوا السعوديين وقالوا السعوديين للفرنسيين استحقاق رئاسة الحكومة شأن آخر، يعني بالعربي اللي مش أبرح هيدا استحقاق سنة ومش هون بنحكى فيه، الأساس رئيس الجمهورية. وقالوا السعوديين سليمان فرنجية لا، وعنا خيارين، أو العماد جوزيف عون أو أي اسم وسطي آخر مسيحي مقبول، وما حددوا أسماء من هن الوسطيين. المصريين لحقوا السعوديين بفكرة إنه نحن مع السعوديين بموضوع فصل رئاسة الحكومة عن رئاسة الجمهورية، لأنه هذا استحقاق وهذا استحقاق. الأمريكان مثل ما نقل أحد السفر اللي شاركوا حكيوا حكي عمومي له علاقة بحزب الله، له علاقة بالفساد، له علاقة بالسلطة، لكن ما فاتوا بتفاصيل أكثر. والقطريين مش رح يزعلوا السعوديين، وعليه خرج المؤتمر بنقطة واحدة واحدة، فصل رئاسة الجمهورية عن رئاسة الحكومة، وبشبه توافق بين ثلاث دول على فيتو لمرشح لحزب الله. هلا هذا الحكي صار باللقاء الخماسي الأخير، بكرة يمكن بعد شهر يصير في تطورات باليمن، بسوريا، بالسعودية، بإيران، بالعراق، هن الخمسة غيروا رأيهم، صار شيء تاني. يعني غير صحيح مثل ما سمعنا أنه سليمان فرنجية يجي رئيس الجمهورية ونواف سلام أبدا مش صحيح، وأنا بتحمل مسؤولية. أنا بتمنى سليمان فرنجية يكون رئيس الجمهورية، لكن السعودية قالت لا، مصر لحقتها والقطريين لحقوها. يعني بالواقع الموجود هلا حاليا ما عنده حظوظ. رئيس الجمهورية اسم من أربعة حروف مكتوب عندك، فراغ، نحن في جمهورية فخامة الفراغ، والفراغ باق ويتمدد. سمعنا اليوم انه في بعض القوى بالبلد بلشت تتحضر لهي المرحله، انه رح تكون مرحله طويله. يا خيي طلعوا يخبرونا انه بعد ميلاد راس السنه البعض في رئيس الجمهوريه، رجعوا قالوا لنا بالربيع. هلا اليوم اللواء ريفي، انا بقول بالربيع الانتخابات. طيب نحن هلا بشو؟ تقريبا يعني اول الربيع بنذكر بعضنا بعد شهرين. كله تبصير، انتبه، هذا بيشبال بيقول في اغتيالات، ذات الشيء يعني، الا ما تزبط لها وحده. مثل ما هي مبينه الحسابات المحليه مع الحسابات الخارجيه مسكره. أنا بقول لك أمتى بتبلش تقول في رئيس جمهورية؟ رئيس بري دعا ل 11 جلسة بدون نتيجة، الجلسة ال 12 اللي بدعي لها الرئيس بري بتكون مؤشر. أو بهي الجلسة بيجي رئيس، أو بتبلش الناس تستسلم إنه المرشحين ما فيهم يعملوا رؤساء. لننتظر ونرى. ممكن حزب الله بعد يعول على شوية ليونة من قبل جبران باسيل والتيار الوطني المحور تجاه ترشيح سليمان فرنجية، ولا قطع الأمل نهائياً؟ بيني وبينك على الهوى. منيحة. حزب الله مرسمل انه يقول له لجبران باسيل في عندك شر واشر منه، في سليمان فرنجي وجوزيف عون نقي واختار، وبالتالي بيختار سليمان فرنجي لانه جوزيف عون مش رح يحط التيار. جبران عم بيقول لا لاثنين، مراهن حزب الله بيجي وقت بده يجي وقت تسكر اللعبه انه مجبورين نعمل رئيس وما في الا هالمرشحين. هذا رهان حزب الله. باعتقادك ما عم شوفه لجبران باسيل لجاوبك، ما عم شوفه بصراحة، ما عندي جواب. اتفاق مار مخايل هون شو وضعه؟ اتفاق مار مخايل إذا تم انتخاب سليمان فرنجية نفسه بالسماء.
وإذا لم يتم انتخاب سليمان فرنجي وتم انتخاب رئيس وسطي موافق عليه التيار، بيرجع بياخد أكسجين وبيكمل. الحزب والتيار مختلفين على شخص واحد اسمه سليمان فرنجي مرشح لرئاسة الجمهورية ولا على أي شيء تاني. موضوع الحكومة كمان، الاجتماعات اللي ترجع تصير، تستسلم لقلة التيار، يعني صار تقطع بشكل عادي. الأمريكان، أنا كنت عم بحكي عن اللقاء الخماسي، فاتني أقول إنه الأمريكان أثنوا على حكومة مئاتي وطلبوا من كل الأطراف دعمها، وهون كمان السعودية رفضت لأنه مش راضي بعد عن نجيب مئاتي. وبالتالي لا، الحكومة كمان باقي رح تدير الفراغ باتفاق فرنساوي أمريكاني. على سيرة مئاتي، استفزك اللي حكي عن المسيحيين والأرقام اللي طلعت، يعني أنت بمقابلة سابقة معنا قلت إنه لبنان جسد مسلم وروحه مسيحية. وقت اللي قلنا ومنكرر إنه لبنان جسد مسلم، روح مسيحية، قد ما كبر الجسد بيفنى إذا فنيت الروح، ما كان حدا حاكي عن الأرقام. تتذكر وقت مظبوط نجيب مئاتي لازم يعتذر، يعني أنا فهمت رح يطلع شوف البطرك، لازم يعتذر من البطرك ومن كل اللبنانيين، ولازم يعتذر من المسلمين قبل المسيحيين. المسيحيين ضعفوا، ليش ضعفوا؟ لأنه ضعفوا الخمسة يمين بلبنان، المستشفى والمدرسة والمطعم والمرفأ والمصرف. لكن وقت اللي ضعفوا هالخمسة يمين اللي دايما أنا بحكي عنه، مظبوط ضعف المسيحيين، لكن اللي ضعف أكتر هو لبنان. وبالتالي فينا نقول مش تراجع عدد المسيحيين في لبنان، فينا نقول ضعف تروح لبنان. مسيحيين مش أرقام ومش أعداد، ولا مرة أصلا كان الحق بالقلة والكثرة، ودايما دايما 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 كلمة الواحد كمش عداد وبلش يعد لازم يكسر له صبيعه، والمسلمين لازم يكسروا له صبيعه قبل المسيحيين، لأنه بعد اتفاق الطائف وقفنا العد، وتوقيفة العد هي لصالح المسلمين مش لصالح المسيحيين، لأنه بس بدك تعد بدك تعد مين بيمتلك مدارس أحلى. أنا على الهوى عم بقول أنا أولادي بتعلموا مدارس مسيحية، ابني بالسيدة، أنا بتحكم بقلب يسوع، المدارس عنده المستشفيات أحلى. بس بدك تعد، بدك مش تعد الأنفس، بدك تعد مواطن القوة والثقافة، بدك تعد جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة، وبدك تعد وبدك تعد وبدك تعد. لا، غلط نجيب مئاتي، وأنا بنصحه عبر محطتكم الكريمة بس يطلع على الصرح البطريركي يوضح ويقول إنه أنا ما كان قصدي هيك، لأنه أنا ما بعتقد في لبناني مسلم قبل المسيحي معقول يفكر هيك. نروح للمحور الأخير، المحور الإقليمي. كيف شفت زيارة رئيس السوري بشار الأسد لسلطنة عمان اللي تزامنت مع تصريحات وزير الخارجية السعودي؟ لا، في تراكمات كانت، وسلطنة عمان بتعرف الوزير فيصل مؤداد راح على السلطنة أكثر من مرة، وبعتقد التقى بمسؤولين سعوديين بقلب سلطنة عمان، واللي صار كان معروف إنه بده يصير، لكن إجا الزلزال سرع بالخطوات. اتصال الرئيس السيسي، الزيارة العمانية، وما تنسى الموقف الإماراتي صحيح، والشيخ محمد بن زايد اللي فتح من أذار الماضي الباب لعودة العرب لسوريا. المسار ماشي، لكن في موقف قطري رافض مع بعض الدول الخليجية، بعتقد الوقت رح يغير. الأمريكان ما بدهم العرب يرجعوا لسوريا، محمد بن سلمان عامل استراتيجية جديدة، عمل اتفاقيات مع الصين، عمل اتفاقيات مع روسيا، وبالتالي من باب أولى أنه يفتح الطريق مع سوريا. أنا ما بغالي بتوصيف العلاقة السورية العربية وبقول خلاص سوريا بكرة الصبح سوف تكون رائدة العالم العربي، وبنفس الوقت ما بسخف مثل بعض السخفة بيقولوا لا ما في شيء، القصة زلازل وبراكين وهزات أرضية وإنسانية. الموضوع إنساني؟ لا، الموضوع منه إنساني، راح بسوريا ملايين الشهداء بالحرب. لو الموضوع إنساني كان من هداك الوقت بلش الحكي. ربح الرئيس بشار الأسد، باقي تفاصيل، اللي بيجي ما بيجي اليوم بيجي بكرة، ما بيجي بكرة بيجي بعد بكرة. في مشروع تسوية بالمنطقة بحكومة الكاظمي كانوا عم يلتقوا الإيرانية والسعودية، هلأ اللي فهمته من أحد القراب
من رئيس الوزراء السوداني كان موجود ببيروت، عم بيقول عم بيحضروا طاولة جديدة ليرجعوا يلتقوا، بس يصير في حل إيراني سعودي، بس تشوف العرب أقرب لروسيا وللصين أوتوماتيك بيصير الرئيس بشار الأسد والعالم العربي بأحسن علاقات. ولبنان وين من هذه الصورة؟ دعس بالإجرام فرق عملي للأسف. نحن كل ما اختلفوا العرب بتطلع براسنا، وكل ما اتفقوا العرب بتطلع براسنا، لهيك قلنا مصلحة ننتخب رئيس نعمل حكومة ونتضبضب، لأنه أنا خايفان ندفع نحن الفاتورة.